الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. في الليلة الماضية مررنا بأهم خصائص سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي تعرضت إلى التوحيد بمبادئه أو بمراتبه الثلاث كما سيمر، وأيضا تعرضت إلى تشريعات كثيرة، تعرضت إلى الحوار مع بني إسرائيل وأهل الكتاب، فيها قصص تاريخ بني إسرائيل، قصة معركة بدر وأحد، فيها حادثة المباهلة والكثير من الأشياء الرئيسية التي هي فرقان لأهل العلم ولأهل الدين. فهذه السورة ذو معاني كبيرة جدا، نمر إن شاء الله بتوفيق الله على بعضها. قلنا في الليلة الماضية على أن البسملة عند مدرسة أهل البيت تعتبر جزء من كل سورة، وليست هي جزء من الفاتحة فقط، بل بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من كل سورة في بداية السورة. والبسملة قلنا مشترك لفظي وليس مشترك معنوي، يعني اللفظ نفسه بسم الله الرحمن الرحيم لفظاً هي نفسها مكرر، لكن المعنى ليس ماذا؟ ليس مشترك معنوي، لأن باللغة العربية عندنا مشترك لفظي مشترك معنوي. فبسم الله الرحمن الرحيم نعم تجدها مكررة، لكن هذا التكرار لا يعني تكرار المعنى. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه رضوان الله عليه يقول البسملة في كل سورة لها معنى يختلف عن المعنى في السورة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة مو نفس معنى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة، ومو نفس معنى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة آل عمران. لماذا؟ لأن سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى عندما قسم القرآن إلى سور، إلى آيات ثم إلى سور، وجعل في السورة ماذا؟ طبعا هذه السورة لها وحدة سياق، لها وحدة معنى، لها وحدة هدف، لها هاي صياغتها. لماذا سميت سورة؟ خب كان القرآن من البداية إلى النهاية ماذا؟ ما يقسم إلى سور، إنما لما قسمه إلى سور ماذا؟ لكل سورة من القرآن غرض معين، والبسملة جزء من هذا الغرض. طبعا هذا شوف التفسير ينسجم مع فقه أهل البيت. أنت شنو عندكم الأخوة اللي يعني مقلدين السيد الخوئي مثلا، بعض علمائنا يقولون ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة، من تقرأ بالصلاة من تقرأ الفاتحة سورة الفاتحة الآن تريد تقرأ السورة وراها،
ما يصير تقرا السوره الا بعد ما عفوا ما يصير تقرا البسمله الا انت حددت يا سوره راح تقراها. ما يصير عند علماء كثيرين منهم السيد الخوئي ان تاتي شنو بالبسمله بعد الفاتحه قبل ان تحدد اي سوره انت راح تقراها، تقرر يا سوره راح تقراها. ما مجزيه تعتبر هاي، فلازم تعيدها. يعني لو فرضا انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم بس يا سوره يا اهل اقصر ان اعطيناك، قل هو الله احد مثلا، القدر لحد الان انت ما محدد بذهنك، يا يقول ما يصير تجيب بسم الله الرحمن الرحيم، منا تقرر يا سوره راح تجيبها، يلا تجيب بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لان بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سوره، وانت جبت هذا الجزء دون ان تنوي لاي سوره، وهذا مو مشترك لفظي، هذا مشترك عفوا هذا مو مشترك معنوي بس مشترك لفظي. نرجع هسه الى الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلاله المستجمع لكل صفات الجمال والجلال، هذا اللفظ وهذا الاسم الى خصوصيه باللغه العربيه. الله سبحانه وتعالى كلمه الله، طبعا اسم هو الله، يدل على الذات ما يدل على صفه من صفات الذات. شويه اريد يعني شويه انتباه اليوم، لأن هاي اليوم الآية بها هي يعني مراتب التوحيد، كل مراتب التوحيد بهذه الآية، وهي من أعظم آيات القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هاي الآية اللي بها تقريبا الاسم الأعظم بإجماع المفسرين. ماكو آية أعظم من هاي، لأن هذه الآية جمعت مراتب التوحيد الثلاث أولا، وجمعت صفات الجمال والجلال. فلما نقول الله هو صفة، ماذا؟ صفة لو اسم، اسم علما للذات. بينما إذا قلت القادر، مو هاي شنو كأنه أنا جاي أقول صفة علما، صفة القدرة، جاي أخذ الذات متحيثة بحيثية القدرة. إذا قلت مثلا الرزاق، هنا شنو أنا ناظر إلى الذات كأنه ماذا؟ بصفة الرزق. الخالق، أنا ناظر إلى الذات بأي صفة؟ بصفة الخالقية، وهكذا. أما إذا قلت الله، إحنا كم اسم عندنا أول مرة؟ كم اسم لله سبحانه؟ كم صفة لله؟ شنو الفرق بين الاسم والصفة؟ أهم يعني زين. يقولون إذا أخذت الصفة مو بغض النظر عن الاتصاف، يعني أو هذا الكلمة بغض النظر عن الاتصاف تسمى صفة. أما بالنظر إلى من اتصف بها شو يصير؟ يصير اسم. المهم هسه هذا مو الموضوع. الآن كم اسم لله سبحانه وتعالى؟ 99، مو؟ في حال أن القرآن الكريم 126 اسم. 126 اسم عندنا بالقرآن الكريم. هاي شلون؟ تعال من اجت؟ هسه على الأقل بالقرآن مذكور تقريبا 125 أو 126 اسم لله تعالى في القرآن الكريم. زين أنت تقرأ بدعاء جوشن إيش قد؟ ألف. من جابوها الأم؟ صارت مو شيء مولانا، مو 99، وين رجعنا؟ للألف. إذا جمعنا أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أدعية أهل البيت، تقريبا يصل الأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى إلى 4000. فإذا هاي 99، نعم هاي ممكن أسماء، أنا ما أقول لك أسماء الله 99، لكن هاي 99 مو كل أسماء الله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ بدعاء الجوشن ألف اسم في ليلة القدر، وهي كلها أسماء الله، وجاية من معصوم، مو جاية باعتبار سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. المعصوم مخلص، فالمخلص من حقه أن يصف الله سبحانه وتعالى. أنا ما من حقي أطلع اسم لله، لكن المعصوم له الحق. لماذا؟ لأن لسانه لسان الله سبحانه وتعالى، فله الحق أن. فإذا الآن عندنا 4000، عندنا ألف اسم، عندنا مثل ما قلت 400 مثلا. الآن كل اسم من هذه الأسماء يعكس لي، يظهر لي صفة من صفات الله. شوف إذا أقول العالم، العلم مو نفس ماذا؟ مو نفس البصر. العلم شنو يعكس لي؟ يا صفة،
صفة العلم من الذات الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى مأخوذ بصفة ماذا؟ بصفة العلم، وهكذا بصفة القدرة القادر، بصفة الرزق الرازق، بصفة ماذا؟ الموت المميت، مو بصفة ماذا؟ المحي أو المعطي للحياة اللي هو شنو؟ المحي. وهكذا. زين، لو واحد سألك ماكو اسم يجمع لي كل هذه الصفات؟ 4000 اسم، ماكو اسم إذا قلت يجمع لي ماذا؟ يعني معناته هو القادر وهو العالم وهو السميع وهو البصير وهو الرزاق وهو وهو إلى 4000 إلى 40000. قالوا الله. الله هو الاسم الجامع لكل صفات الجمال والجلال. فإذا قلت الله ماذا؟ يعني أنت وصفت الله بكل صفة جمال وسلبت عن الله كل صفة ماذا؟ كل صفة لا تليق به، صفة جلال يسمونها. طبعا بعد ما عندنا اسم يعني مثل الله، يعني نفس اللفظ يعني أو نفس له، يعني له من الأسماء أو له من القوة، يعني نفس لا إله ما يقولون الرحمن. أنت مو تقرأ؟ مو قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعو، يعني من هذني الله أو الرحمن، فله الأسماء الحسنى. إذن شنو الآن؟ إذن صار الرحمن من أمهات الأسماء. يعني شوف، يعني الله تحته كل ماذا؟ تحته كل الأسماء، الرحمن أيضا تحته كل الأسماء. زين بعد، يعني شلون يصير رازق؟ شلون يصير قادر؟ شلون يصير مو؟ إذا لمت لما يكون ماذا؟ لما يكون حي. لأن إذا مو حي يصير قادر؟ يصير رازق؟ يصير باسط؟ يصير ما يصير مو؟ فلذلك شنو قالوا؟ قالوا الحي هو أيضا ماذا؟ من أمهات الأسماء، لأن تحت الحي كلها ماذا؟ كل هاي الأسماء تحت الحي. لأن لو لم يكن حيا لما كان قادرا، لما كان رازقا، لما كان باسطا، لما كان خالقا. فإذا الحي أيضا من أمهات الأسماء. بعد الآن كل شيء قائم ماذا؟ قائم بالله سبحانه وتعالى. كل شيء من مخلوق لله، مرزوق من الله، الله أعطاه الحياة، الله يفيض عليه، الله هو ماذا؟ هو الذي أوجده واستمر عليه ماذا؟ أفاض عليه استمرارية الوجود. فهل هناك اسم أيضا ماذا؟ يقولون نعم، القيوم هو ماذا؟ أيضا من أمهات الأسماء. يعني تحت القيوم نلقى ماذا؟ أيضا نلقى أنه رازق وباسط وقابض ومحي ومميت وموجد، وتحت من؟ تحت اسم القيوم. بعد وأيضا الرب. فعندنا هاي 5 أسماء تقريبا يسمونها أمهات الأسماء. شنو يعني أمهات الأسماء؟ خاف تمر عليك في يوم أو تسمع أحد الخطباء يقول لك هذا من أمهات الأسماء. أمهات الأسماء يعني تحت هذا الاسم ماذا؟ أسماء كثيرة تندرج تحت ماذا؟ تحت هذا الاسم. لكن أكبر هذه الأسماء وأعظم هذه الأسماء هو من؟ هو الله. فلذلك شنو؟ من أقول الله يعني هو الله معناته شنو؟ يعني لو أشرح، يعني يا أيها القرآن اشرح لنا معنى الله. ما معنى الله؟ قال الله معناها لا إله إلا هو. فإذا نشوف قلنا البارحة ثبت أول مرة وبعدين ماذا؟ بعدين نفي. يقول هذا بالحقيقة مو نفي، وإنما ماذا؟ وإنما هو تعريف لكلمة الله. يعني لما تقول الله بعد ماذا؟ بعد أكو إله؟ أنت لما تعتقد أن الله موجود بعد شنو؟ يعني بعد ماكو وجود الغيرة، يعني لا إله سواه. قولك الله معناته ماذا؟ يعني لا إله إلا هو، هاي معناته. وأما أنا شنو أقول؟ أقول لا إله ماذا؟ إلا الله. قلت شنو؟ أنا أول مرة أنفي، لأن أنا باعتبار بشر، والبشر لعله ماذا؟ يعبد غير الله أو يتوهم غير الله، فأول مرة ينهي كل توهماته ينفيها، ثم ماذا؟ ثم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. قالت الله لا إله إلا هو.
نقدر نقول باللغة العربية وياي أنتم شباب صلى على محمد وآل محمد، نقدر نقول الله لا إله إلا زين أو لا إله إلا الحي القيوم، أو الله لا إله الحي القيوم، نقدر لغة نقدر، أو أنت تقرأ بالقرآن الكريم قل هو الله أحد، تقدر تقول قل الله أحد لما تقدر؟ طبعا أنت ما لأن جني مولانا مستأنسة تقول ما صير، لا يصير، قل الله أحد هو شني. لذلك باللغة العربية شو يعبرون عنها؟ يقول ضمير شأن، ضمير الشأن، يعني أنت لغة تقدر اي ما، لكن ليش موجود مولانا؟ هو قال هذا هو أصلا كل شيء فيه هو هذا. إذا احنا قلنا أمير المؤمنين شرح الباء ماذا بثلاثين يوم أو النقطة تحت الباء، فهو ما يشرحها ماذا بثلاثين سنة مستعد أن يشرح على ماذا على هو، لأن هو الأمير يقول عند حديث يعني يقولون العلماء يقول يا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا يسمون أخوان مقام الغيب، غيب الغيوب، الغيب المطلق، يعني أكو مرحلة بعد الله. كلمة الله، الله قلنا اسم ماذا للذات، ما هي الذات؟ قال الذات هو، شنو هو؟ قال هذا غيب الغيوب، هذا الذي ماذا لا يعلمه إلا ماذا إلا هو، هذا ما نقدر نشرحه. ليش شرحنا يصير ماذا مولانا؟ عبارة عن تصفيط كلام، لأن هذا يا مقام، مقام الغيب المطلق، مقام غيب الغيوب، مقام الذات الذي لا يعلمه أحد حتى الخاتم الذي هو ماذا؟ الذي هو واسطة الفيض، والذي هو الصادر الأول، حتى الصادر. ليش؟ يعني يا مقام هذا مقام الذات، والذات لا يعلم الذات إلا ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذاته إلا ماذا؟ إلا هو. فيا من لا يعلم ما هو إلا هو، هذا أخوان الله لا إله إلا هو. وهاي شوف كلها تقدر تشتقها أنت من كلمة الله، هاي الله باللغة العربية فشيء عجيب. الله أنت أولا هذا الاسم هو اسم، شحنا نقول لفظ الجلالة، مو هذا الاسم ينادى مع آل التعريف. أنت أي اسم هسه، أي اسم باللغة العربية تضيف لآل التعريف بعد ما ينادى، تقول الرجل، إذا تريد تنادي شو تقول؟ يا رجل، تشيل الألف واللام، مو أي اسم الآن إذا تريد تنادي لازم تشيل الأل، آل التعريف. الله سبحانه وتعالى شني؟ يا الله مع آل التعريف، شيل الألف، أنت شوف هاي أي اسم شيل من عنده، شيل من حروفه شوف شنو يبقى، لكن هذا شيل الألف، هو مو الله شيل الألف، شو تبقى؟ لله. هم ماذا مولانا؟ لله ملك السماوات، هم يبقى ماذا؟ هم يبقى هو. شيل اللام الثانية شو يصير؟ له ما في السماوات والأرض، هم ماذا؟ شيل ماذا مولانا؟ شيل اللام الثالثة شنو يبقى؟ يبقى لها هو، شنو يبقى؟ لا إله إلا الله. فهذا ماذا مولانا؟ الحرف الواحد أو الحرفين أو الثلاثة أو الأربعة هو ماذا؟ هو يبقى هو الله، هو له ماذا؟ له ملك السماوات والأرض. صلى على محمد وعلى محمد. لا إله إلا هو الحي، الحي القيوم، الحي يقولون من أسماء الذات. إحنا عندنا التوحيد له ثلاث مراتب، مرتبة الذات، مرتبة الصفات، مرتبة الأفعال. يعبرون عنه العلماء التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، التوحيد ماذا؟ التوحيد الأفعالي. شلون؟ الذات يقولون ماذا؟ يقولون أكو صفات اتصفت بها الذات. وياي خو مو دختو خلوكم وياي، يعني اريد شوي تركزون، لان هذا يعني احنا نريد شهر رمضان كون انا من اقول لا اله الا الله تختلف عن العام. من اجي اقول ماذا؟ اقول
الله سبحانه وتعالى له من الصفات التي اتصفت بها الذات قبل أن يخلق الخلق. يعني أكو صفات لله سبحانه وتعالى، أكو أسماء لله سبحانه وتعالى اتصف بها سواء خلق الخلق أم لم يخلق الخلق. هاي الصفات يجب أن تتصف بها الذات ماذا؟ سواء وجد خلق أم لم يوجده. يعني هذه الصفات يسمونها صفات ذاتية. يعني ماذا؟ يعني تكفي الصفات، تكفي الذات لانتزاع هذه الصفات، تكفي الذات لانتزاعها. الذات فقط، الذات الإلهية وحدها ماذا؟ وحدها تكفي لانتزاع هذه الصفات. من هذه الصفات أولها الحي، لأن الله سبحانه وتعالى سواء كان موجود خلق أو ما موجودين خلق يجب أن يتصف بهذه الصفة الأولى، لأن إذا ما يتصف بهذه الصفة شو يصير بعد؟ ما يصير الله، يصير غير شيء. فيجب أن ماذا؟ يجب أن شوف، يجب أن أثبت هذه الصفة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، صفة الحي. قبل الخلق موجودين خلق أو ما موجودين، الحي من صفات الذات التي يجب أن تتصف بها الذات. أنا كمؤمن يجب أن أثبت هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. يسمونها صفات ثبوتية، يسمونها صفات ذاتية، يسمونها صفات جمالية، ما شئت فعبر، باعتبار عندنا علم كلام وعندنا علم عرفان وعندنا علم فلسفة، مو فكل واحد مثل هذا يعبر عنها مو صفات ثبوتية، ذاك يعبر عنها صفات جمالية، ذاك يعبر عنها صفات ذاتية، حسب المنهج اللي أنت جاي تقرأ به. المن جاي تقرأ يا منهج؟ منهج العرفاء، منهج المتكلمين، منهج الفلاسفة، كل واحد يعبر، لكن المعنى واحد. سواء قلت ثبوتية يعني تثبت لله، قلت جمالية يعني يجب أن تتجمل بها الذات، تبارك الله ذو الجلال والإكرام، يعني يجب أن تكرم بها الذات. فهاي جني صفة الحي، القادر، العالم، السميع، البصير، الغني، هاي شنو يسمون؟ هاي صفات ذاتية. زين هسه واحد يجي يقول لي شلون تعبر أو شلون أنا يعني أعرف هاي صفة ذاتية أو مو صفة ذاتية؟ شوي الحديث يعني بيصعب، بس إخوان معذرة يعني دري بيكم داخلين ورا الصوم، بس شوي انتبهوا. الآن صلى على محمد وآل محمد. الآن إذا يقولون إذا اتصفت الذات بالصفة وبضدها فهي صفة فعل، وإذا اتصفت بها ولا تتصف بضدها فهي صفة ذات. أجي أروح للحي، الحي شنو ضد الحي؟ يتصف الله بها؟ يتصف الله بضد الحي؟ وياي احجوا، ما يتصف. فإذن هي شنو؟ صفة ذات. القادر شنو ضدها؟ عاجز، مو عجز. أقدر أصف الله بالعاجز؟ فإذن شوف، يتصف الله بجهة واحدة، ما يتصف بمن؟ بضدها، ما يتصف بالضد. فأقول هاي صفة ماذا؟ صفة ذات. لكن إذا أروح أقول للمحيي، مو الحي، المحيي شنو ضدها؟ المميت. اتصف بها وماذا؟ وبضدها. القابض شنو عندي؟ الباسط، مو؟ وهكذا. شو كلها يعني متجبر، غفور، رحيم، كلها ماذا؟ يتصف الله بها وماذا؟ وبضدها. يقول ذيك صفات فعل، وهذا ماذا؟ هسه خلينا بصفات الذات. فإذا اتصفت الذات بها ولا تتصف بضدها تسمى صفة ذات. هذا التوحيد الذاتي. التوحيد الصفاتي باختصار شنو عندنا؟ لأن احنا نختلف كمدرسة تابعة لأهل البيت، نقول صفاته عينه ذاته، صفاته مو زائدة. يعني هاي الحي القدر عنده ايش قد قلنا؟ 4000 اسم. يعني أنا أعبد 4000 إله، لو هاي كلها لمن ترجع؟ ترجع إلى الحي وترجع إلى الله اللي صفة ماذا؟ لذات واحدة. فنقول صفاته عينه ذاته، مو صفاته زائدة عليه. يعني شو مو زائدة عليه؟ هسه شوي يعني معذرة، شلون زائد عليه؟ شوف الآن أنا إذا واحد دكتور، أو إذا واحد مدرس، أو إذا واحد مهندس،
هو ذات الهندسة، لو هاي الهندسة شيء بعدين إجا عليه، هو ذات إنسان. هذا شنو صار؟ شيء بمرور الوقت اكتسب الهندسة أو الطب أو الكذا أو شيء. فالهندسة أو الطب أو المهنة اللي اكتسبها شنو هاي؟ مو ذاتية، وإنما ماذا؟ شيء زائد على ذاته اكتسبه. ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هاي الصفات مالته زائدة على ذاته، لو هي نفس ذاته. لا، نفس ذاته يقول مثل ما الإنسانية المل لزيد، أقول زيد إنسان، هذا زيد إنسان زائد على زيد، له هو نفسه. لكن أقول زيد دكتور، دكتور تختلف ماذا؟ تختلف عن إنسانية زيد. أقول النخلة شجرة، الشجرية زائدة على النخلة، له هي نفسها، هي ذاته. فنقول شنو؟ نقول صفاته عينه ذاته. هاي التوحيد الصفاتي، هاي الآية، هاي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد زين عد التوحيد الأفعالي. شنو الأفعالي؟ أقول ليس في هذا الوجود، وهذا اللي عندنا ضعف إخوان، إحنا هذا النيش زينين شوية ضابطينه، كل إحنا نقول الله واحد، مو وهم نقرأ لأهل البيت نقول صفاته عين ذاته، هم شنو هم نقدر نمشيها. بس تعال وين؟ تعال بتوحيد الأفعالي. إحنا هاي الأشياء اللي نشوفها مرات كلها لله ننسبها، لو عدنا أشياء مرات تتعلق أذهاننا، تتعلق نفوسنا بشيء غير الله. اللي يقول عد توحيد أفعالي معناته شنو؟ معناته لا يرى في هذا الوجود مؤثرا إلا الله. يعني أنت ما تقدر تشيل شيء، ما تقدر ترفع شيء أو تضع شيء إلا ماذا؟ إلا بإذن الله تعالى. هذا يسمونه التوحيد الأفعالي، يعني ليس في الوجود مؤثر إلا الله. وهاي ضعيفين بها. لا يقول لي واحد ها أنا زين، لا مولانا إحنا شنو مرات شرط إذا شوفه ترعش أنت رأس، بس يشتعل جسمه راحت بعد، مو ميت شغلة إذا مولانا بس تصير عندك، وين أول ما يتعلق قلبك؟ شوف ياهو خابروا لي فلان بالله شوفوا لحقوا لي ما ادري شنو، ما يتعلق اول مره قلبك بالله ثم تروح للسبب، لا اول مره وين؟ بالسبب. اذا شفت اللاصه تقول له الهي ترى وقفت الشغله. فاذا عمليا احنا وين مولانا؟ التوحيد الافعالي ما عندنا ذاك التوحيد، لان شنو؟ لان نرى في الوجود مؤثر غير الله للاسف الشديد، في حال هو ليس في الوجود مؤثر الا الله. هذا التوحيد الافعالي يسمونه، وهاي اللي نسميها صفات فعل. شنو يعني صفات فعل؟ يعني اتصف الله بهذه الصفات بعد أن خلق الخلق. يعني الله خلق الخلق فسمي خالقا، رزقهم فكان رازقا، أحياهم فصار محي، أماتهم صار مميت، مو بسط لهم فصار باسط، قبض لهم فصار ماذا؟ قابض. فإذن هاي شنو يسمونها؟ صفات فعلية، يعني اتصفت الذات بها بعد الخلق أو بعد فعلها الفعل، يعني الخلق في حال الصفات الذاتية اتصفت الذات بها قبل ماذا؟ قبل الخلق. هسه إن شاء الله واضحة. إذن الحي هو أمهات الأسماء الذاتية، القيوم هو جامع الأسماء ماذا؟ الأسماء الفعلية. يعني شنو؟ يعني القابض الباسط الخالق، هاي الأسماء اللي هي شنو اتصفت الذات بها بعد خلقه الخلق، شنو يا صفة تدل عليها أو يا اسم يدل عليها كلها؟ قال القيوم. إذن شوف إيش قد عظيمة هاي الآية، هي كلمتين مولانا، بس كلمتين لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هاي كل الدنيا كلها، هي فقط هاي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك عظمة آية الكرسي لماذا؟ هو هاي أعظم آية بالقرآن، هاي آية الكرسي. ليش لأن بها هاي؟ وبعدين ماذا؟ باعتبار آية الكرسي تستمر مو بس التوحيد، تجيب ماذا؟ تجيب أيضا النبوة والمعاد. فلذلك صارت أعظم آية في القرآن آية الكرسي. وأكو آيتين راح يمرن علينا بهذه الآية اللي هي آية الملك. إذن ثلاث آيات في القرآن، أعظم آيات القرآن آية الكرسي في البقرة، وآية ماذا؟ آية الملك. قل اللهم مالك الملك، ما دي صافنين شو دختو ها. آية الملك
قل اللهم مالك الملك. هاي أيضا آية من أعظم آيات القرآن. والعجيب هذا أن الآيات ما رضن نزلن، يعني خاطبا الله يلا نزلن، لأن البشر قال إحنا وين رايحين؟ يعني هذا متعلقات بالعرش، ننزل إلى هذا المستوى، ننزل إلى هؤلاء البشر. فلذلك يستحب للإنسان أن يقراهم بعد كل صلاة. هذا الثلاث آيات، آية الكرسي، آية الملك، وآية الشهادة. راح تمر علينا الشهادة الكبرى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذين ثلاث آيات من أعظم آيات القرآن الكريم على الإطلاق. وهم شوف شهد الله، شهد الله أنه لا إله، هم ماذا قدم؟ الله قبل من؟ قبل لا إله دائما. ليش؟ لأن شهادة الله، بينما أنا أشهد شني؟ لا إله إلا الله. الله يشهد شني؟ شهد الله لا إله إلا هو. فرق بين الاثنين مثل ما قلنا البار، لا إله إلا هو القيوم. أخوان شنو القيوم باختصار؟ القيوم هو الذي مو يقوم بذاته وكل شيء يقوم به، أو هو الذي كل كمال يقوم ماذا به، أو هو المقوم لكل ذي كمال. ما شئت فعبر، باعتبار كل شيء يقوم ماذا؟ يقوم بالله سبحانه وتعالى. فهو قيوم، مبالغة بالقيام، كل شيء قائم. مو الله، الله قائم ماذا؟ قائم بذاته أولا، والشيء الثاني ماذا؟ كل هذه الأشياء قائمة به، فهو قيوم عليها وهي قائمة ماذا؟ قائمة به. بحيث يقول الإمام زين العابدين لا تكلني إلى نفسي جد طرفة عين، لأن أنا ما عندي شيء. إذا الله سبحانه وتعالى مو تركني ولو ماذا مولانا جزء من مليون جزء من الثانية، أنا أتلاشى، أنا عدم. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم عين الفقر. المن؟ والله هو الغني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. عدنا نزل، عدنا أخوان وأنزل. يعني أنا لأن باعتبار عنوان المحاضرة طيته، فطوني دقيقتين. نزل عليك الكتاب وماذا؟ وأنزل الإنجيل والتوراة. شوف من إجا للكتاب قال ماذا؟ قال نزل. أكو شنو نزل؟ وعدنا ماذا؟ عدنا مصطلح أنزل. أكو فرق؟ إيه نعم، فرق كبير بين أنزل و الأنزل تفيد ماذا؟ تفيد الدفعة، والنزل تفيد التدريج. فلذلك شوف القرآن قال نزل الكتاب، باعتبار القرآن الكريم شنو عندنا احنا؟ ايش قد ظل؟ 23 سنة، فقال نزل. بينما اذا جت التوراة والإنجيل شنو قال؟ قال أنزل، لأن احنا عندنا شنو التوراة والإنجيل ماذا؟ دفعة واحدة جابهن الألواح، وهكذا في عيسى عليه السلام. فلذلك يعبر ماذا؟ يعبر عن هسه تقول لي مو أنا مرات لاقي يعبر عن القرآن الكريم هم أيضا أنزل، أنزل عليك الكتاب. أقول لك القرآن عنده شني؟ القرآن عنده هاي النشأتين، عدة تنزيلين، عدة تنزل وعدة ماذا؟ وعدة إنزال. الكتب السماوية ما كان هاي عدهن، إحنا عدنا في شني ما عفوا شهر رمضان الذي ماذا؟ فإذا أنزل في هنا شنو هنا؟ دفعة واحدة. بس وين نزل دفعة واحدة؟ على الناس؟ لا، نزل به روح الأمين على قلبك. هذا عندنا إنزال، إنزال دفعة واحدة مو تدريجي. بس وين نزل؟ مو للناس، هذا نزل لقلب الخاتم. كل القرآن نزل، شنو الدليل على أنه نزل؟ مولانا مو أنت تقرأ لا تحرك به لسانك لتعجل به. الرسول كان جني لأن باعتبار القرآن في قلبه، فبما أنه في قلبه جني كان الآية قبل لا يردت جبرائيل هو ماذا يقول له؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، الموجود عنده. هذا دليل أنه جني، دليل أنه موجود عنده، ولا شلون يحرك لسانه قبل هذا؟ قبل جبرائيل عليه السلام. أيضا ماذا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء،
إذن شنو كان؟ كان عنده خبر تتغير القبلة ولا ما كان عنده؟ فلذلك كان شنو؟ ليمتى تنزل ماذا؟ ليمتى تنزل آية تغيير القبلة؟ فلذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. فنعم القرآن عند هذا النزول عند إنزال وعدة تنزيل القرآن الكريم، فنزل أو أنزل في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر على قلب الخاتم، ثم ماذا؟ ثم تنزل لمدة ماذا؟ أما بقية الكتب، بقية الكتب لا، أنزلت ماذا؟ أنزلت دفعة واحدة. التوراة إخوان معناتها الشريعة باللغة العبرية، يعني التوراة يعني شريعة. الإنجيل باللغة شنو يا لغة؟ لغة اليونانية معناتها البشارة. لكن أنت شنو التوراة والإنجيل شنو الآن؟ القرآن يعبر عنهن ماذا؟ يعبر عنهن واحد بس، كتاب واحد. لكن الآن إحنا من نجي للتوراة إيش قد نلقاها؟ نلقاها خمسة، مو عندنا سفر التكوين، مو سفر الخروج، سفر التثنية، سفر العدد، سفر اللاويين، خمس أسفار التوراة. الإنجيل إيش قد عندنا؟ أربعة أناجيل، وكل إنجيل إيش قد بيه؟ 27 أو 29 ماذا؟ سفر. لكن القرآن يقول ترى هو واحد، هذا بعدين. إذن شنو؟ إذن القرآن كأنه يريد يقول ماذا؟ يقول التوراة الإنجيل أكو بهن تحريف، بس كله محرف؟ لا، مو كله محرف. ليش؟ لأن قال من قبله هدى للناس. فإذن ماذا؟ إذن مو تجي تقول لي كل التوراة ما تعترف بها، مو بكيفك. البعض ماذا مولانا؟ إذا إنجيل ما يحترمه؟ لا، تحترمه، لأن أكو به ماذا؟ أكو به كلام الله، وكذلك التوراة. نعم حرفت، بس مو معناتها كلها حرفت. لا، أكو بها ماذا؟ أكو بها هو بعد كلام، صحيح، ماكو إشكال. من قبل ماذا؟ هدى من قبل وماذا؟ وأنزل الفرقان. الفرقان هذا يعني لازم أترك إلى الليلة القادمة. اللهم بحق محمد وآل محمد اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم وفقنا لمراضيك، وجنبنا عن معاصيك، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الجالسين والمستمعين، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.